شهدت السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائية الدولي بنسخته 41 تألق الفنانات والنجوم، حيث اتسمت المشاهد ما بين إطلالات مميزة وإطلالات سيئة وإطلالات لثنائيات النجوم أيضا، والتي اتسمت بعضها بالرومانسية الشديدة وأخرى بالمواقف المحرجة. وتعقد الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي في الفترة ما بين 20 وحتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن كعادة أي مهرجان، فدائما يتم التركيز على إطلالات السجادة الحمراء، وأستعرض معكم الآن الإطلالات الكاملة للنجوم بمهرجان القاهرة السينمائي ما بين الأفضل والأسوأ وإطلالات الثنائيات أيضا، ونبدأ بأفضل إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2019.